وانا بحاول جاهد انا والكابتن عبد الرأي ان نكون نحن الاولين بالبطوله، نحاول نحن قد ما نمكن، لكن انت تعرف موضوع الظروف بتاعنا هي اللي بتخلينا نحن ما ساعدنا كثير، وخاصه الاعمار المطلوبه عندنا والعدد بتاعنا السوريين نحن هنا قليلين، فيعني تجمع منتخب زي ده حيكون شوي صعب، بس ربنا يوفقنا نخرجهم من الشيء من الحاجه اللي هم موجودين فيها، الحاجه الياس اللي موجودين فيها، لكن الاولاد هم صغيرين، يعني ممكن ينسوا بسرعه، لما انت تحطهم بالجديه اللي موجودين فيها، تمام، لازم 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 يحسوا انه هم في حاجه مهمه عندهم، ده مستقبل ليهم، مستقبل هم حيسيبوه بايدهم، اما حينجحوا او يفشلوا. قيمه وما نزلهاش، بس ما نزلش للاخر. فريق ما اتفرجناش يمكن واحنا في التدريبات انا ليا اصدقاء كتير مدربين في الانديه المصريه في الفئه السنيه او الفئه العمريه دي، ابتدوا يكلموني، ابتدوا يجوا يبصوا على الاولاد، بس احنا دلوقتي هو في فرص كبيره جدا، يعني انا عندي يمكن اكثر من 4 لاعبين يمكن قريبين جدا من لاعبين الانديه، محتاجين بس شويه تطوير بادائهم الفتره اللي جايه هيبقوا على مستوى عالي جدا. عندي يمكن 2 لعيبه مش عايز اقول اسمائهم، انا شايف ان هو لو تم الاهتمام بيهم هيبقوا قريبين جدا من الاحتراف في السن ده، ده هيبقى حاجه مهمه بالنسبه لهم. ان شاء الله ربنا يكرم فرصنا في الحفاظ على المنافسه من عدم، ودي هتعتمد على ان شاء الله على تركيزنا وعلى تركيز اللاعبين وعلى وقفكم كلكم جنبينا كاعلام وكدوله، لان الفئه دي انا شايف ان هي ممكن تطلع نجوم كتير. Thank you.